أحسن الله إليكم. تسأل السائلة أم إبراهيم عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد الذي يعمل لبعض الأطفال. ليس في الإسلام احتفال بأعياد مواليد، لا للرسل ولا للناس. هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن التقاليد والتشبه بالكفار، لأنهم هم الذين يعملون المواليد الدينية والمواليد التذكارية للأولاد وغيرهم. فهذه عوائد لا خير فيها، فإن كانت هذه الموالد للأنبياء فهي بدعة في شنيعة، لأن هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بيوم مولده، ولا فعله صحابته، ولا فعلته القرون المفضلة والسلف الصالح، ولا يعمله أهل السنة المستقيمين على السنة، وإنما يعمله المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالواجب على هؤلاء الذين يقيمون هذا الاحتفال بالمولد النبوي أن يتوبوا إلى الله، وأن يتركوا هذه البدعة، وأن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زعموا أن هذا من محبته، فمحبته لا تكون بالبدع، إنما تكون محبته صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإقامة الحفل بمولده هذا معصية وبدعة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن كل محدثة وعن كل بدعة. فمن فعلها فهذا دليل على أنه لا يحب السنة، وإنما يحب البدع والمحدثات، وهذا في الحقيقة مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم.